السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة في كورس Design and Analysis of Algorithms. المحاضرة اللي فاتت احنا اتكلمنا فيها عن الكورس بشكل عام والابليكيشنز بتاعت الالجوريزمز وأهمية يعني ايه الالجوريزم. النهاردة كمان بنواصل البريليمينريز ديت أو المبادئ ديت اللي بنتعرف بيها على الكورس، وهنتكلم النهاردة بإذن الله تعالى عن حاجة مهمة جدا بنسميها الماشين مودلز. عرفنا المرة اللي فاتت ان الالجوريزم ان انا اقدر اقول عليه ان هو عبارة عن a method for solving a given problem، يعني بيبقى عندي computation problem معينة. الالجوريزم هو عبارة عن ايه؟ ال procedure او الميثود، الخطوات ال steps اللي انا بستخدمها عشان اصولف بيها البروبلم ده. طيب عشان انا انفذ خطوات معينة عشان احل بيها بروبلم، لازم الخطوات دي يتم التعبير عنها بدلالة operations. operations يعني عمليات معينة، زي مثلا for example اقرأ input من اليوزر، ال input ده اجمعه على 2 اضربه في 3 طلع النتيجة. الكلام اللي انا قلته ده نقدر نعبر عنه ان احنا جبنا سيرة operations، في عمليات معينة اتقالت عليه دلوقتي. ايه هي بقى ال operations دي؟ اقرأ read ال input، اجمع، اضرب، طلع نتيجة، كأننا عبرنا عنها على 4 عمليات مثلا. Basic operations دي او العمليات اللي انا عبرت عنها دي دلوقتي، السؤال هل الماشين، المكنة اللي انت هترن عليها الالجوريزم ده، عندها الoperations دي متعرفة ولا لا؟ ولا العمليات دي كمان في حد ذاتها محتاجة تتفك المجموعة تانية من العمليات عشان تبقى applicable على الماشين اللي انت هترن عليها الالجوريزم؟ يبقى وصلنا للآتي. يبقى أي ألجوريزم في الدنيا أنا هعبر عنه في صورة مجموعة من الستيبس، الستيبس دي بتحتوي على operations، عمليات. السؤال بقى هل العمليات دي فعلا متعرفة على الماشين اللي أنا هرن عليها الألجوريزم ده ولا لا؟ المكنة اللي أنا هرن عليها الألجوريزم ده فعلا عندها القدرة على إنها تنفذ الoperations دي ولا لا؟ فدايما دايما الألجوريزم اقدر اقول عليه انه بيريبريزنت هاو تو سولف ذا بروبلم، ده بيريكواير انك انت تعرف مجموعه من البيزك اوبريشن بريسايزلي، وان اي الجوريزم هو عباره عن سيكونس اوف بيزك اوبريشنز اوف سام ماشين موديل. ايه ده؟ يعني ايه بقى كلمه ماشين موديل ديت؟ اصل هي الفكره ببساطه شديده، الناس لما جيت تعمل او تصنع او تخترع اجهزه الكمبيوتر، اجهزه الكمبيوتر ما وصلتش للشكل اللي احنا شغالين بيه ده دلوقتي. لا، في اكتر من موديل اتعمل، ولا زال في مودلز تانية بتتعمل للماشينز دي. احنا دلوقتي شغالين بنظام معتمد على ميموري بيست ماشين. يعني ايه ميموري بيست ماشين؟ يعني احنا عشان نرن اي برنامج عندنا الخطوات كالاتي. البروجرام ده عبارة عن مجموعة instructions او اوامر. الinstructions دي في البداية عشان تعمل دبل كليك على ملف executable كده ويتنفذ. يعني ايه يتنفذ؟ يعني instructions دي الاول بتتحمل في حاجة اسمها الميموري، بعد كده CPU تبدأ تاخد instruction من الميموري ده، امر من اللي موجود في الميموري ده، وبعدين تفهمه وتبدأ تنفذه، وده بعد ما تخلصه تاخد الامر اللي بعده ثم الامر اللي بعده ثم الامر اللي بعده وهكذا. فبنسمي الموديل ده الماشين بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها قوي انها ميموري بيست ميموري، لانها معتمده على الميموري. مفيش حاجه غير قابله للتنفيذ اصلا الا اذا كان البروجرام ده بالكامل لازم لودد الاول في الميموري الانستراكشنز بتاعته، وتبدا بعد كده البروسيسور ياخد امر ينفذه، ويبدا ينفذ اللي بعده ينفذ اللي بعده وهكذا. هل في ماشين موديلز ثانيه مختلفه؟ طبعا في ماشين مختلفه موديل موجوده اقدر اتعامل معاها. طيب كل ما كان الماشين موديل بتاعي كان سيمبل، سيمبل يعني ايه؟ يعني ما بيعرفش يعمل اي حاجة في العمليات غير شوية عمليات بسيطة operations اساسية. كل طبعا ما ده طبيعي ان الكمبيوتيشن باور بتاع الموديل بتاعه ده هيبقى قليل يعني. اوكي؟ طيب بس اما يبقى الماشين موديل ده بسيط، يبقى ده على طول اوتوماتيك معناه ان الoperations اللي الموديل ده يقدر ينفذها poor restricted. بور ريستريكتد يعني نتخيل ان انا ما عنديش جهاز كمبيوتر بعرفش يعمل اي حاجه في الدنيا غير مثلا اديشن وسبتراكشن، جمع وطرح بس.
ده بقى معناه ايه؟ معناه ان اي الجوريزم في الدنيا انا عايز ابدا اكتبه دلوقتي، الجوريزم بيشغل اغنيه، الجوريزم يكتب في داتابيز، الجوريزم بيعمل اي حاجه ما في الدنيا، لازم الالجوريزم ده يتعبر عنه خطواته كلها بدلاله بس الاديشن والسبتراكشن، مفيش حاجه تانيه، لان مفيش اوبشنز تانيه. الماشين سيمبل قوي، الماشين بسيطه قوي لدرجه ان هم دول الاثنين اوبريشنز بتاعتها. فعشان كده بيقول لك ايه؟ اما الاوبريشنز بتاعتي كل ما كان الكمبيوتيشنال باور بتاع الموديل قليله، كل ما كان الاوبريشنز بتاعته ريستريكتد، كل ما كان الالجوريزم عشان تبدا تعبر عنه اكيد هيبقى هارد انك تعمل له ديزاين او ديفلوب، لان ما عندكش قماشه كبيره، الاوبريشنز بتاعتي قليله بس. على العكس من كده، طب لو احنا جايين بنصمم الالجوريزم بتاعنا ما فكرناش اصلا في الماشين موديل اللي انا هرن عليها الالجوريزم بتاعي، يعني ايه؟ ولا جه في دماغي اصلا انا المكنه اللي هشتغل عليها، ولا اللي هبرمج عليها البرنامج بتاعي ده في الاخر امكانياتها ايه، ولا الاوبريشنز اللي هي بتعملها ايه. طب ما هو هنا في مشكله، الالجوريزم اللي انت هتصممه ده هتبقى بتصممه بوجهه نظر بتاعك وانت دونت كير عن الماشين موديل. طب ما هو ممكن يحصل جاب ما بين الالجوريزم وما بين الريال كمبيوترز اللي انت هتيجي ترن وتمبلمنت عليها. انت بتفترض ان في اوبريشن مثلا موجوده، مثلا بتجيب الفاكتوريال، بتجيب المضروب بتاع العدد، فانت كانك بس وانت جاي في الالجوريزم رحت جاي قايل ايه؟ ان انا هستخدم الاوبريشن اللي بتحسب الفاكتوريال، بتنادي الفاكتوريال. جيت ترن الكلام دوت على الماشين اللي انت تشتغل عليها، الماشين ما عندهاش حاجه بتحسب الفاكتوريال، فانت هتضطر انك تبدا تفكر الفاكتوريال ده بيتحسب ازاي وتفصصه اكتر in terms of بدلاله الاوبريشنز اللي الماشين دي بتشتغل عليها. احنا عايزين نقول ايه بقى دلوقتي؟ انا عايز اقول ان قبل ما نبدا ندرس الديزاين بتاع الالجوريزم وازاي ببدا اصمم الالجوريزم، عايز الفت النظر ان لازم تبقى انت عندك نظره لنوع الماشين والموديل بتاع الماشين اللي الالجوريزم بتاعك ده هيشتغل عليه، لانه بيفرق كتير جدا معاه. كل ماشين لها مجموعه من البيزك اوبريشنز اللي لازم تبقى عارفاها، فانت وانت جاي بتصمم الالجوريزم بتاعك لازم تتيك كير وتحط في الكونسيدريشن بتاعك الامكانيات بتاعه الماشين اللي الالجوريزم ده هيبدا يترن عليه. لو احنا حبينا نتعرف مع بعض على ايه هي الماشين مودلز اللي موجوده، هنلاقي ان الماشين مودلز اللي عندنا تقريبا ثلاث انواع. حاجه اسمها تيورينج ماشين مودل، ودي اقدم ماشين اتعملت بتسيميوليت المكنه او جهاز الكمبيوتر الاولاني. ثم الرام موديل اللي هي اجهزه الكمبيوتر اللي معتمده على الميموري، ودي اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. كل الاجهزه بتاعتنا، اللابات، كل الاجهزه مينلي معتمده على فكره ان في ميموري في الجهاز. محدش يقدر يتخيل فينا انه يقدر يشتغل من غير الميموري دي. في بقى اذر مودلز، نيو مودلز جديده دلوقتي حديثه بتبدا قد نتحول اليها ويختفي النموذج بتاعنا اللي احنا شغالين عليه دلوقتي اللي هو معتمد على الميموري. يبقى احنا دول الامثله او اشهر المودلز اللي موجوده عندنا. التاني مين دول؟ اجهزه الكمبيوتر ما بتيجي تتصمم اتصممت مرت بمراحل. هنا انا بتكلم على فكره العمل بتاع جهاز الكمبيوتر. الكمبيوتر ده نفسه مبني على فكره ايه؟ الاركتكشر بتاعه نفسه من جوه مبني على ايه؟ فانا عندي ابسط مودل خالص حاجه اسمها تيورنج ماشين واقدمه، مش دي الاجهزه بتاعتنا. في تطور تاني الرام موديل، وده اللي احنا معتمدين عليه دلوقتي، اللي هو ببساطه شديده مفيش اي ابلكيشن هيرن على مكنه من غير ما يتحمل الاول في الميموري في صوره انستراكشنز، وبعدين ببدا انفذ امر بالدور كده لغايه لما البرنامج بتاعي يشتغل. ثم بعد كده هنتعرف على شويه مودلز حديثه بيحاولوا يبنوا بيها ماشينز او اجهزه كمبيوتر جديده. اول ماشين معانا اسمها تيورنج ماشين موديل. تيورنج ماشين ديت ده طبعا نسبة الى العالم اللي اسمه ألان تيورنج، ده وهو ده اللي اخترعها سنة 1936. مين هي التيورنج ماشين ديت او المكنة بتاعت الراجل اللي اسمه تيورنج ده؟ دي بتتميز بانها very simple structure، مكنة بسيطة خالص، وهي اصلا virtual machine. يعني ايه كلمة virtual machine؟ يعني هي مكنة تخيلية مش حقيقية في الواقع، لكن بتتميز فايدتها ان انا متقدمة عشان اقدر احل عليها اي بروبلم كومبيوتيشنز عندي فيها حسابات. عايز اشوف هل البروبلم دي
قبل انها تتنفذ فعلا في صورة، او الاقي الجوريزم يحلها في صورة مجموعة من الخطوات وعبر عنها ماثيماتيكالي ولا لا؟ يعني عندي بروبلم عايز احلها، فانت بتحط لها الجوريزم. طب تمام، عايز تعرف الالجوريزم ده بقى يعني فيزابل ولا مش فيزابل، بيحل الموضوع ده ولا لا، فتقوم انت حاططها على تيورنج ماشين دي اللي هي بتعتمد على فكرة ان في خطوات وهي المكنة دي بتبدأ تنفذ الخطوات دي. تيورنج ماشين دي بتتكون من 4 اجزاء اساسية، تاب، شريط، تمام، شريط كده موجود، الشريط ده له نهاية طرفية، يعني له بداية وله نهاية. الفاينايت كنترول، وده الاسم بتاع تقدر تتخيله ان هو ده السي بي يو او البروسيسور، هو ده المتحكم، سي بي يو اللي موجود في المكنة دي. الهيد دي اللي بتقرا وبتكتب الداتا، وموتور اللي بيحرك كل ده. فدول ال4 مكونات بتاع تيورنج ماشين: تاب، فاينايت كنترول، هيد، وموتور. تعال نشوف شكلها عباره عن ايه. ده شكل حقيقي لها المكنه ديت، عباره عن ايه؟ شريط اهو زي ما احنا شايفينه ماشي بيلف. طبعا الشريط ده احنا بنقول له نهايه طرفيه واحده، يعني بيتحرك مثلا من اليمين للشمال وبس، خلاص، او سوري، من الشمال لليمين وانتهى. وانس انه خلص الشريط انتهت القصه على كده. اللي احنا شايفينه قدامنا ده هو ده الفاينات كنترول، او كانها دي السي بي يو بتاعتي. السي بي يو ديت متوصله بريد رايت هيد، الهيد ده هو اللي بيتحرك على الشريط اللي احنا شايفينه قدامنا، واللي بيحرك كل الكلام دوت عباره عن موتور موجود هنا معايا. الشريط اللي قدامنا ده هتلاقيه متقسم الى سيلز مربعات كده. السيل الواحده من دي قدامها حاجه من اتنين، يا اما حاجه من ثلاثه، يا اما تاخد فاليو 1، يا اما تاخد فاليو 0، يا اما تبقى بلانك يعني فاضي، مفيش حاجه ثانيه اكتر من كده. 1 و0 وبلانك، خلاص كده. طيب كويس، اللي بيحصل ايه؟ اول ما المكنه دي تبدا تشتغل، تمام، بتبدا الريد رايت هيد دي تقرا الحرف اللي موجود. ثانيه واحده، احنا عايزين نقول ان المكنه دي كانها اللي هيبقى مكتوب على الشريط ده هو ده كانه البروجرام اللي المكنه دي بتنفذه، برنامج بتنفذه، وبرنامج يعني الجوريزم، يعني خطوات معينه هي بتبدا تنفذها. فانت اول ما بتشغل المكنه دي هتبدا المكنه دي تقرا اول قيمه او اول سيل في البرنامج اللي هي عايزه تنفذه ده، وتبدا تشوفه لو كان مش عارف 1 وكان اللي قبله 1 او 0، يبقى المفروض تبدا تتحرك خطوه معينه. الهيد دي او المكنه دي بتتحرك حاجه من الاثنين، خطوه واحده، يا اما يمين يا اما خطوه شمال، يا اما تفضل في مكانها. كويس كده؟ ده ديبندنج على ايه؟ ديبندنج على البروجرام اللي مكتوب هنا، ده اللي مكتوب على الشريط دوت اللي بيحل مشكله معينه. هو 1 ولا 0؟ طب والزيرو لو كان قبلها 0 قبلها يروح فين؟ 1 يروح فين؟ يكتب فاضي او ما يكتبش، يحتفظ بالقيمه او الفاليو. وكما لو ان التاب دي او الشريط ده مناظر للميموري بتاعت اجهزه النهارده، ما هو البرنامج بتاعنا، البرامج العاديه بتاعتنا، اتفقنا انها بتتحمل الاول في الميموري الانستراكشنز بتاعتها. هو هنا ما عندوش بقى ميموري، هو عنده التاب اللي احنا شايفينه قدامنا، الشريط اللي قدامنا ده هو ده كانه الاوامر وكانه كل حاجه. فيبدا بقى الفاينات كنترول ده يبدا يتحرك كده، بيحركوا الموتور على حسب الفاليوز اللي احنا شايفينها قدامنا دي. التاب ده مواصفاته ان هو قلنا وان سايدد، يعني بيتكتب عليه من اتجاه واحد وله نهايه، له بدايه وله نهايه. الديجيتس بتاعته اتفقنا يا اما 0 يا اما 1 يا اما بلانك، بيتكتب في كل سيل. الستيت بتبتدي في الاول بانيشال ستيت، الحاله بتاعتها المبدئيه موجوده على اول حاجه. اول ما المكنه دي ستيرد اون بتبدا المكنه تتحرك، ودي الخطوات بتاعه الحركه بتاعتها. 1 بتقرا الحرف اللي موجود على التاب ده، تبدا بعد كده بعد ما هي قرته تبدا تعمل حاجه من 3 كقرارات، يعني يا اما تتحرك يمين يا اما تتحرك شمال يا اما تفضل في مكانها وتعيد كتابة الحرف، أو يفضل الحرف زي ما هو موجود وتبدأ تتحرك خطوة يمين خطوة شمال، تغير الستيت بتاعها. ده ديبندنج على البرنامج اللي مكتوب على الشريط دوت عبارة عن إيه. طيب هي هتوصل للنهاية فين؟ مع أي برنامج في الدنيا لازم يوصل في الآخر لحاجة اسمها هالت. هالت يعني يقف، يتوقف. فالمفروض المكنة دي تفضل شغالة لغاية لما توصل لحالة الهالت. طب ما وصلتش لحالة الهالت، قاعدة عمالة تريبيت، تقرا الحرف تنفذ، وكأنها بترن البرنامج بتاعي اللي أنا ببدأ أتعامل معاه. حاجة زي كده بالظبط، أدي الشريط اللي موجود قدامي، أدي الكنترولر أهو، أدي الريد رايت هيد بتقرا بناءً على الفاليو اللي قبل كده بتعمل إيه؟ تبدأ تحرك يمين شمال، تبدأ تري رايت، تبدأ تتعامل معاه. ده مثال آخر للبرنامج نفسه،
مثلا موف ليفت موف رايت ستوب رايت اسيمبل، هل السيمبل ده موجود في الكرنت ستيت ولا لا. طيب دي كده التيورنج ماشين بتاعه. الميكانيزم بتاع شغلها بسيط جدا، يبان لك قوي للوهله الاولى ايه الهبل ده، دي حاجه ضعيفه قوي. تمام، هي فايدتها ايه في الاصل؟ فايدتها انها بتبقى انت عايز تعرف لو في بروبلم معينه، هل البروبلم دي تنفع تترن على ماشين ولا لا. يعني ايه تترن على ماشين؟ يعني انا لو حطيتها على الموديل بتاع تيورنج ماشين ديت، هل هقدر اوصل فعلا لحل في الاخر واوصل لنهايه البرنامج بتاعي ولا لا. اجهزه الكمبيوتر بقى بتاعتنا الحديثه دي كلها، لا دي بتعتمد على فكره الميموري وعلى موديل بيطلق عليه اسم فون نيومان تايب كمبيوتر. في كورس الكمبيوتر اركتكتشر المفروض ان انتوا بتتعرضوا لحاجه زي كده وبتقدر تفهم الماشين شويه بتبدا تشتغل ازاي. اي بروبلم في الدنيا لو كانت البروبلم دي سولفبل قابله للحل باي ريال كمبيوتر على جهاز كمبيوتر، فهي مينلي اكيد لازم تبقى سولفبل باي تيورنج ماشين. يعني ايه؟ يعني تيورنج ماشين ده ممكن تعتبره كانه الميجر او المقياس بتاعي. انا عايز اعرف هو انا لو عملت الالجوريزم ده فعلا هيرن ويوصلني النتيجه ولا مش هيوصلني النتيجه. فهي دي النقطه اللي احنا بنتكلم عليها. عايز تجربه، لو جرب على تيورنج ماشين ووصل للنهايه يبقى تمام. وحتى عاملها هنا بالعكس، اي بروبلم ترن على اجهزه كمبيوتر ريال حقيقيه مينلي طبيعي لازم ترن على تيورنج ماشين موديل دوت وتوصل للنهايه بتاعتها اللي انا ببدا اتعامل معاها. الا ان في نقطه مهمه لازم نعرفها، هل كل البروبلمز قابله للحل على اجهزه الكمبيوتر ولا لا؟ لا، there exists a problem، في ممكن يبقى في problem that can't be solved by any computer، ممكن ما تبقاش قابله للحل اصلا ولا انا عارف اوصل لها لاي حل ولا لاي نتيجه. فاكرين النون ديترمينستك بولينوميال ال NP problems اللي احنا شرحناها في المحاضره اللي فاتت، اللي قلنا فيها انه احيانا ما بعرفش اوصل لاوبتيمم الجوريزم قابل للحل او اي حاجه. طيب هل في الجوريزم يحكم لي على ان اصلا لو انا عندي تيورنج ماشين معينه، هل التيورنج ماشين دي ما هترن ها هتوصل فعلا لنهايه البرنامج وتقف ولا مش هتقف وهتبقى حالتها ما يعلم بيها الا ربنا؟ قال لك لا، مفيش حاجه بتقدر تحكم لي كده. There exists no algorithm that can determine whether any given Turing machine with its input will halt or not. مش عارف انا بشغل الماشين والله اعلم بقى هنوصل لاخر الحل ولا مش هنوصل، بس لو وصلنا الحل تبقى خلاص قبل الحل بتاعي. في هذه الحاله انا بتكلم لو وقفت بقى وما وصلتش يبقى انا بوصل لهالتنج بروبلم، ودي بتبقى ثيوريتيكالي انسولفبل، دي حاجه غير قابله للحل اساسا. كمان انت ما تقدرش تصمم اي يونيفرسال ديبجر يقدر يحدد لك اذا كان البروجرام بتاعي دوت ويل هالت ولا لا. يعني ما يعني وانت بتبرمج مثلا ينفع تعمل حاجه تتست بيها البتاع ده يوصل للاخر ولا لا؟ لا ما بنعرفش. في بمعنى اصح انت ممكن تصمم ديباجر يقدر يحل لك مشكله الهالتنج بروبلم فور ماني كيسز، بس ما تقدرش تضمن ان هو بيحل كل الكيسز. لا، في حالات ممكن ما تبقاش قابلة للحل زي ما احنا قلنا، لان في بروبلمز ديت او المشاكل اللي بتبقى مفتوحه واقدر اتعامل معاها. طب الخلاصه ايه قبل ما نسيب التيورنج ماشين؟ التيورنج ماشين هي ثيوريتيكال اند فيرتشوال ماشين موديل، يعني هو مش موديل حقيقي، مش مكنه كمبيوتر حقيقيه، لكن هم كانوا بيستخدموه نظري وفيرتشوال عشان يضمن بيها ويتاكد اذا كانت المكنه او البروبلم دي قابله للحل فعلا ولا لا. بيحطها على الماشين ويبص على الماشين دي هتوصل في الاخر ولا ايه. بس طبعا نقدر نوصف التيورنج ماشين بان هي تو ريستريكتد، طبعا لان ما في عندهاش امكانيات، ده الاوبريشنز بتاعتها عباره عن انك تتحرك يمين تتحرك شمال، مفيش حاجه اكتر من كده، تو ويك ضعيفه جدا عشان اقدر اتعامل معاها. حتى ما عندهاش الموديل للبيزك ماثيماتيكال اوبريشنز الاديشن والسبتراكشن مثلا، يعني بتجمع ولا بتطرح، ده بس يا بتتحرك يا تكتب يا تعيد، ما بتعملش حاجه ثانيه اكتر من كده. فبالتالي هو موديل بسيط قوي سيمبل قوي للماشين او المكنه بتاعت جهاز الكمبيوتر. طيب هنسكت على كده؟ لا طبعا. فالتطور او النوع الثاني بتاع المودلز اللي عندنا هو عباره عن الرام موديل، وده بقى اللي قلنا الاجهزه بتاعتنا دلوقتي شغاله عليه.
الرام موديل ايه اللي حصل؟ ايه المكونات بتاعته؟ اول مكون اساسي فيه هو الرام، الميموري. دي الميموري بتاعتي. الميموري طبعا احنا عارفين انها بتبقى متقسمه لسيلز، خلايا موجوده. الكل سيل من دولت له ادرس، له عنوان، زي ان الميموري اللي قدامي دي بادئه من ادرس مثلا 000 شويه صفار كده لغايه اخر ادرس اقدر اوصل له اللي هو كله 1111 واحد. طبعا السيل الواحده دي بنسميها وورد، سايزها وورد معايا. طيب البروسيسور موجود اللي هو الفاينايت كنترول بتاع تيورنج ماشين. بيحصل ايه؟ كان البرنامج البرنامج اللي انت عايز تنفذه مكون من مجموعه من الانستراكشنز، تعليمات، اللي هو مثلا اقرا داتا، اجمع، اضرب، اطرح، اقسم. الاوامر دي بيتعبر عنها في صوره واحد وصفار، وتبدا تتخزن في الميموري. سي ان ده برنامج، فده الامر الاول، الامر الثاني، الامر الثالث، الامر الرابع، وهكذا. كل واحد من الانستراكشنز دي موجود في ادرس معين. فالفاينايت كمان كنترول او البروسيسور بيبقى عنده حاجه اسمها بروجرام كاونتر، اللي هو البي سي. بروجرام كاونتر ده هو عباره عن ايه؟ مين الامر اللي عليه العين والنيه دلوقتي بيتنفذ؟ مش انت حملت البرنامج كله في الميموري؟ تمام؟ ايه اللي بيحصل بعد كده؟ المفروض انه السهم او البروجرام كاونتر ده بيبقى حاطط الادرس بتاع اول امر في البرنامج عباره عن ايه؟ خلص؟ هيبدا نفذه، يعني البروسيسور هيبدا يتحرك بالسهم ده للي بعده، للامر اللي بعده. خلص هيبدا يتحرك للي بعده، وهكذا. فالبروجرام كاونتر ده دايما هو عباره عن انه بيحتفظ بالادرس بتاع الامر اللي عليه الدور في التنفيذ، انه يبدا البروسيسور ينفذه. كمان البروسيسور بتاعنا ده جواه حاجه بنسميها ريجسترز. ريجسترز دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن ميموري سيلز، يعني خانات ميموري زي دي كده، كانها المطبخ اللي البروسيسور بيبدا يشتغل عليه. لو انا بطبخ طبخه مثلا، فانا محتاج بيض ودقيق وسمك، كل واحد من دول بحطه في طبق. فالريجسترز دي كانها الاطباق ديت اللي بس تمكنني من ان انا انفذ امر معين. في امر هنا بيقول اجمع 5 و3، طب انا كده عايز مكان احط فيه الخمسه، ومكان احط فيه الثلاثه، ومكان ثالث مجمع الخمسه والثلاثه يديني 8 احط فيه النتيجه. دول مين بقى؟ هم دول الريجسترز اللي بيبقوا موجودين جوه البروسيسور بتاعي اللي انا ببدا اتعامل معاه. فالموديل اللي قدامنا مكون من ميموري، ميموري فيها سيلز قلنا خلايا، السايز اقل حاجه من دي بنسميها وورد، كل سيل من دي لها ادرس. في البروسيسور اللي موجود معايا بروجرام كاونتر عليه العنوان والنيه بتاع الامر اللي عليه الدور بتاع التنفيذ. الموديل ده شغال ازاي؟ اي برنامج في الدنيا بيتحمل في الميموري، يبدا بعد كده البروسيسور من خلال البروجرام كاونتر يشاور على اول واحد، ياخد الامر اللي عليه الدور، ينفذ، يطلع نتائجه، يبدا يتحرك بعد كده على الامر اللي بعده، ثم الامر اللي بعده، ثم الامر اللي بعده. الفكره بقى ان الميموري ما بيبقاش فيها بس الاوامر اللي هتتنفذ، لا ده كمان فيها الداتا نفسها. يعني مثلا عايز اجمع 5 و3 عشان يطلعوا لي الناتج 8، الامر اللي جاي هنا بيقول له اجمع 5 و3. ايوه بس فين 5 و3 دي؟ 5 دي ممكن تبقى متخزنه في سيل في الميموري في عنوان معين، و3 متخزنه في سيل تاني. فكانه هنا في الامر بيقول له اجمع لي القيمه او الفاليو اللي موجوده في الادرس ده زائد القيمه اللي موجوده في الادرس ده. يعني معنى كده ان الميموري فيها حاجتين مع بعض بخزنهم لو احنا واخدين بالنا، الاوامر نفسها او الانستراكشنز بتاعت الاوامر، زائد كمان جزء الداتا نفسها. فيبدا البروسيسور ياخد الامر، يروح على الادرس الاولاني ياخد القيمه بتاعته ويحطها في ريجستر من الريجسترز بتوعه، العلبه من العلب اللي موجوده عنده، ياخد القيمه الثانيه يجيبها من الميموري ويحطها في العلبه الثانيه، يجمع الاثنين على بعض ويطلع ناتج يحطه في علبه ثالثه عنده. خلاص الامر كده حس انه نفذه، يبدا الناتج اللي طالع ده يرجع يخزنه تاني في مكان في الميموري، ويبدا يحرك الكاونتر ده ستيب كمان عشان يقدر يسحب الامر اللي بعده ويعيد تاني نفس القصه دي مره ثانيه. طيب ده الموديل ده احنا بنسميه الرام ماشين او الراندوم اكسس ميموري اللي احنا كنا بنتكلم عليها. ايه هي مكوناتها الاساسيه؟ هو سي بي يو اللي هي الفاينات كنترول زائد الميموري اللي كنا بنتكلم عليه. الميموري هي عباره عن المكان اللي انا ببدا اخزن فيه، وده في اجهزتنا بتاعه الكمبيوترز كانت عباره عن الكاش ميموري. كاش ميموري اللي هي ميموري جوه السي بي يو، او الميموري الاكسترنال من الميموري الاساسيه اللي هي الرامات
اللي هو الرامات بتاعه الجهاز بتاعي، ان الاكسترنال ميموري بقى اللي هي قد تتمثل في الهارد والديسك درايف والسي دي اللي هي دي بيرمننت. يعني نقدر نقول دي الانواع المختلفه بتاعه الميموري اللي موجوده في جهاز الكمبيوتر، الكاش ميموري اللي موجوده جوه البروسيسور، والمين ميموري الاساسيه، والاكسترنال ميموري اللي هي بقى هارد وسي دي ودي في دي وحاجات زي كده. الا اننا طبعا ما بنتكلم على الميموري اللي احنا كنا لسه شارحينها هنا، فاحنا قصدنا فيها الرام. الرام اللي هي الميموري الاساسيه اللي بيتخزن فيها كل الداتا اللي انا ببدا اتعامل معاها. احنا شرحنا خلاص وقلنا ان الرام الوحده بتاعتها الاساسيه هي الوورد، وان الوورد دي بيبقى لها عباره عن ادرس، وان عدد البيتس اللي موجوده في الوورد دي هي طبعا اللي بتحدد الادرس دوت عباره عن ايه. يعني لو رجعنا للرسمه دي مره ثانيه، تمام، فاحنا لو انا عندي المثال اللي قدامك ده مثلا الادرس مكون من كام؟ من 8 بيتس 8 بيت. فال 8 بيتس اللي انت شايفهم قدامك دول يبقى انا ببتدي من ادرس 0000 كلهم اصفار، لان الماكسيموم بتاعي هيبقى 8 وحايد كلهم. طبعا ده الفاليو بتاعته كام وده الفاليو بتاعته كام؟ طبعا كلها اصفار دي يبقى ده ادرس 0. طب وكلها وحايد دي عشان اعرف الفاليو بتاعتها يبقى عباره عن 2 2 اس كام؟ اس عدد البيتس دي 2 اس 8 يبقى ده 256. ناقص واحد عشان ده يبقى القيمه بتاعت الفاليو دي 255. فانا كده لو انا سالتك الميموري اللي قدامي دي مكونه من كام سيل؟ هتبقى مكونه من 256 سيل، تبدا من ادرس 0000 لغايه ما تنتهي الى كل وحيد اللي هو 255. ادرس 255 وبدأ انا من 0، يبقى انا كده عدد السيلز دي عباره عن 256 بقدر اتعامل معاه. في الغالب دايما نمبر اوف بيتس في الوورد هو نفسه بيبقى النمبر اوف بيتس اللي موجود في الادرس. يعني ايه الكلام ده؟ لو رجعنا للرسمه، الادرس 8 بيتس، وكمان الداتا اللي بتتخزن نفسها في قلب الميموري سيل دي في الوورد دي مكون من 8 بيتس، دايما ده بيساوي العدد ده، الاثنين دول بيساووا بعض، اقدر اتعامل معاه. طيب ده شيء كويس جدا. ليه بيعملوا كده؟ عشان طبعا دايما الباص اللي ماشي فيه الداتا يبقى بيقدر يشيل ادرس ويقدر يشيل داتا كمان. وطبعا بنسمع احنا دايما عن السي بي يو بتاعتي 64 بت او 32 بت. ايه كلمه 64 بت او 32 بت دي؟ ده سايز الوورد اللي هو نفسه بيحدد السايز بتاع الادرس اللي في الميموري. يعني ده معناه ان اي ادرس في الميموري مكون من 64 بيتس 64 بت. وده معناه ان اي امر بيتخزن في الداتا بتاعتي برضو في قلب الميموري عباره عن 64 بت. احنا قلنا ان دايما النمبر اوف بيتس في الوورد الواحده مساوي للنمبر اوف بيتس في الادرس، الاثنين زي بعض، بقدر اتعامل مع القصه دي. مثال اكتر، يعني لو انا عندي وورد معينه مكونه من 64 بت، ده معناه ان الادرس بتاعها هو كمان مكون من 64 بت، بدءا من ال 64 صفر كلهم لغايه 64 واحد. 64 واحد جنب بعض ده لو انا عايز اعرف القيمه بتاعته اللي هو تقريبا 2 اس 64 اللي هو تقريبا 1.8 في 10 اس 19 ديفرنت داتا مختلفه. تمام كده؟ ده يبقى معناه ايه؟ معناه ان الميموري دي عندها سيلز خلايا مكونه من 2 اس 64 تقريبا، وان السيل الواحده تقدر تشيل 64 بت كفاليو او كامر، امر مكون من 64 بت. حاجه زي كده، ان او تاني بكرر ان دايما الادرس ده عدد البيتس اللي موجوده فيه هو نفسه عدد البيتس اللي متخزنه في الوورد نفسها، دايما ده بيساوي ده. وطبعا لو انا عندي ان من الووردز يبقى انا طبيعي ان عدد البيتس اللي هنا هيبقى لوج ان، يعني اللي هو 2 اس كام يجيب لي الان اللي احنا شايفينها قدامنا دي. طيب في الرام موديل الفاينايت كنترول دوره ايه؟ دوره انه البروسيسور بيقرا وورد من الميموري، وورد ما هو يعني سيل، ويبدا يفهم العمليه المطلوبه ايه، ينفذ العمليه دي جمع طرح ضرب على الوورد، والنتيجه اللي طلعت يبدا يرجعها تاني من الميموري. ده اللي احنا شرحناه دلوقتي. البرنامج بيتحمل كله في الميموري اللي هو عباره عن مجموعه من الانستراكشنز. البي سي اللي هو البروجرام كاونتر بيشاور على اول ادرس، يبدا البروسيسور يشتغل، يعني يروح ياخد اول امر يفهمه، يجمع يطرح يقسم يشوف هيعمل ايه بالظبط، يطلع على النتيجه، النتيجه دي يبدا يرجعها مره ثانيه في قلب الميموري ويقدر يتعامل معاها.
يعني ايه انك تعمل كومبيتيشن، يعني تنفذ الامر ده واللي وراه واللي بعده وهكذا، انك انت بتبدا تعيد السيكونس اللي احنا شايفينه قدامنا ده. السي بي يو من جواها بيبقى عندها اتفقنا ريجسترز ريجسترات، وعندها البروجرام كاونتر اللي هو بيبقى محتفظ بالادرس بتاع الحاجه اللي انا ببدا اتعامل معاها. لو انا لسه في البدايه بتاعت الرن بتاع البرنامج ده، ريجسترز بتبقى فاضيه مفيش فيها حاجه، والماشين يبدا يشتغل، تبدا تقرا الكونتنت اتفقنا بتاع الادرس اللي موجود في البروجرام كاونتر، تاخد الداتا بتاعته تحطها في ريجسترز عشان تطبق عمليه، تبدا تنفذ العمليه ديت، جامعه طرح ضرب اسمه، النتيجه ترجعها تاني للميموري، خلاص الامر اتنفذ، تينكريمنت البروجرام كاونتر عشان يقول له كانه روح على النكست انستراكشن اللي عليه بدون، يلا نفذ الامر التاني اللي عليه الدور وابدا اعيد وابدا اتعامل معاه. طب ايه هي الامثله بتاعه الاوبريشنز بقى اللي موجوده في الرام موديل؟ طبعا في الرام موديل هو ده الجهاز الكمبيوتر اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، لا في عمليات بقى مختلفه موجود، في عمليه السبستيتيوشن اللي هي في البرمجه عندنا اللي هي الاساينمنت اوبريتور، عارف لما بتقول واي ايكوال اكس زائد زد، هي دي السبستيتيوشن. Calculations الجمع والطرح والضرب، والكمباريزون اند برانشنج اللي هي انك تعمل كمباريزون او تقارن ما بين كميتين وتحدد بقى برانشنج، يعني اف انك عايز تروح من الحته الفلانيه دي للحته الفلانيه دي. ايه المقصود بالسبستيتيوشن او اللي انا اقول لك عليه اللي هي الاساينمنت؟ ببساطه شديده الاوبريشنز ديت بتاخد داتا في الريجستر وتبدا تعوض تجمعه وتطرحه وتقسمه حاجه زي كده. اما داتا مثلا في ادرس ايه تتكتب في قلب الميموري في ادرس بي، يبقى السي بي يو هتقرا الداتا الاولاني من ايه وتحطه في الريجستر، وبعد كده ترجع تكتب الداتا دي من الريجستر للميموري في الادرس بتاع بي. هو الاساينمنت اوبريتور بشكل بسيط كده. كالكوليشنز هي انك انت دي عمليه تانية بتعمل الحسابات المختلفه ما بين اتنين داتا وتطلع النتيجه بتاعتها، سواء كانت بقى العمليه ديت عباره عن اديشن مثلا، جمع، طرح، سبستراكشن، ملتيبليكيشن، ديفيجن. كلمه كالكوليشن معناها ان في طرفين للداتا بيبدا يتنفس ما بينهم العمليه دي. الكومباريزون والبرانشز طبعا عارفين احنا في البرمجه اف اكس اكبر من واي مش عارف روح للحته الفلانيه، فالكومباريزون هي اف اكس اكبر من واي، عمليه الكومباريزون ديت بتقارن. طيب واما البرانشنج معناها ايه؟ ايوه ما هو انت الطبيعي ان البرنامج بتاعك كان بيتنفس سيكوينشال، يعني الامر ده وراء الامر ده وراء الامر ده وراء الامر ده، لكن لما بيجي البرنامج بتاعك يبقى فيه اف كونديشن، اف اكس اكبر من 3 ايوه اعمل ايه؟ روح للسطر الفلاني، معناها انك بتنفذ حاجه او ما بتنفذهاش، يعني فدي العمليه دي بنسميها برانشنج. برانشنج يعني فجاه البروجرام كاونتر، بروجرام كاونتر ده ايه؟ بفكرك ده اللي فيه الادرس بتاع الامر اللي عليه العين والنيل، يعني المفروض الاوامر بتمشي سيكونس يعني ورا بعضها، السطر الاولاني يتنفذ في البرنامج ورا السطر الثاني ورا السطر الثالث وهكذا. لكن لو كان السطر الثالث ده مثلا اف كونديشن والكونديشن ده ما اتحققش، ممكن تلاقي نفسك بتطنش 10 سطور بعدها مش هيتنفذوا لانه ببساطه الكونديشن ما اتحققش. فساعتها البروجرام كاونتر ده بيحصل له ايه في الحاله دي؟ بيتغير القيمة بتاعته من الادرس الطبيعي بتاعه لادرس ورامي كمان شوية، يعني كان الطبيعي لو انا بنفذ في ادرس سي مثلا 10 كان المفروض الامر اللي بعده في ادرس 11 مثلا، لا تلاقيني طنشته ونطيت لادرس 26 بسبب عملية البرانشنج دي. فدي امثلة للأوبريشنز اللي بتتم في الرام موديل اللي احنا قلنا عليها اللي هي السبستيتيوشن والكالكوليشنز والكمباريزون اند برانشنج. مثال مثلا طبعا الرمز اللي قدامنا ده ان انا ده الاساينمنت اوبريتور، كاني بقول a equal a plus 1، فده معناه انك انت بتضيف على الفاليو بتاعت a 1 وتبدا النتيجه اللي طلعت دي تبدا تخزنها في a تاني. السيكونس ده يبدا يتنفذ ازاي؟ الماشين بقى تبدا بتدور كده بالراحه، اول ما الماشين تبدا تشتغل تبدا تقرا الكونتنت اللي موجود في a اللي هو موجود عند الادرس ده، فتروح تاخد الكونتنت بتاعه ده وتخزنه في ريجستر 1. ريجستر 1 ده علبة من العلب اللي موجودة عند البروسيسور اللي بيطبخ بيها. بعد ما نقلته في ريجستر 1 هتضيف عليه واحد للمحتوى بتاعه ريجستر 1، فكده بقى ريجستر 1 بقى فيه القيمة الجديدة اللي هي A زائد 1.
طب بعد كده تبدا ايه؟ تنقل الكونتنت بتاع النتيجه اللي طلعت في الريجستر 1 للميموري مره تانيه للادرس اللي هو بتاع الايه، وكده يبقى انا حدثته وبدات اغير، فكده الكونتنت بتاعه دلوقتي حصل له ريبليسمنت بقيمه جديده، قيمه مختلفه اللي هي عباره عن القيمه القديمه زائد واحد. تمام؟ ودي كده كانها ايه الخطوات بتاعتي، البرنامج بيبقى موجود على كده، وبعدين يبدا يحصل له انكريمنت على الخطوه اللي بعدها، الخطوه اللي بعدها، الخطوه اللي بعدها، وهكذا. لو في برانشنج تلاقيه راح جاي ناطط لاي سكيب يقدر يتعامل معاها او يقدر يظبط معاها. طيب احنا كده استعرضنا دلوقتي نموذجين للماشين مودلز اللي ممكن ارن عليها الجوريزمز. الاولاني خالص السيمبل قوي البسيط اللي هو التيورنج ماشين، وده اللي بيستخدم قلنا حاجه فيرتشوال، حاجه تخيليه، بيستخدم بس عشان اثبت ان المكنه دي تقدر تشتغل او تحل البروبلم ديت ولا لا، او الحل ده سولفبل ولا لا. النوع الثاني هو الميموري ماشينز، والميموري ماشينز قلنا ده اللي احنا شغالين عليه اصلا دلوقتي واجهزتنا معتمده عليه. طب هل في اذر ماشين مودلز؟ اه في طبعا نيو كومبيتيشن فريم ورك جديده بتتقدم وبيتم ترويجها دلوقتي، وممكن فجأة كده نلاقي أجهزة الكمبيوتر بتاعتنا الفكر بتاعها اختلف خالص وفكرة الميموري اتغيرت. في مثلا عندنا حاجة اسمها الكوانتم كمبيوتر، وده بيبقى معتمد الكمبيوتيشن موديل بتاعه على علم مهم جدا وريسيرش شغال فيه، حاجة بنسميها كوانتم ميكانيكس. ده فكر مختلف وأداء مختلف خالص، ف بيفكروا او بيبداوا فعلا يعملوا ما يطلق على اسم كوانتم كمبيوتر، اللي هو مش معتمد على ميموري، معتمد على فكره ثانيه. الدي ان ايه كمان كمبيوتر دوت، ده كومبيوتيشنال موديل ثاني متقدم بيعتمد على الكيميكال رياكشنز بتاعه الدي ان ايه وفكره السلاسل بتاعه الحمض النووي دوت، ده برضو فكر موجود اخر. في مودلز ثانيه ممكن تبقى موجوده وبيخترعوا فيها، اه بس اللي يثبت كفاءته هنشوف ويمكن نبدا نتحول عليه. خلاصة ان احنا في المحاضرة بتاعت النهاردة كان الهدف بتاعها اني عايز اقول وانت جاي بتصمم الالجوريزم بتاعك قبل ما تبدأ تفكر في حله، لازم كمان تبص بعينيك على نوع الماشين اللي انت هترن عليها الالجوريزم ده، وايه هي الاوبريشنز المختلفة اللي انا اقدر او متوفرة عندي على المكنة اللي هرن عليه، عشان دايما ما يبقاش في جاب ما بين الفكر بتاع الالجوريزم اللي انت كتبته وما بين التطبيق او الناحية التطبيقية بتاع الكلام دوت. شكرا لحضراتكم.